دلوقتي هنكمل مع بعض المحاضرة الثامنة، هناخد فيها آخر جزء من الفانكشنز، هناخد فيها الأوفرلودنج والريكيرجن. يعني إيه أوفرلودنج؟ بالعربي معناها تحميل زيادة. طب هي فكرتها إيه برضو؟ يعني إيه علاقة الأوفرلودنج بالفانكشنز؟ الفانكشن أو أوفرلودنج عبارة عن إن أنا بعمل نفس الديفينيشن بتاع أو نفس التعريف بتاع الفانكشنز بنفس الاسم وبنفس الداتا تايب، يعني بنفس نوع الداتا. يعني مثلا لو أنا هعمل هنا int يبقى ايه الباقيين كلهم انتوا بنفس إيه؟ الاسم. بس الاختلاف فين؟ الاختلاف اللي في الحاجه اللي بين القوسين، يا يعني اما مفيش حاجه خالص. ممكن اعمل مثلا definitions من غير حاجه خالص، ممكن احط مثلا هنا انت اكس او هنا دبل واي، ممكن ازود في اللي بعدها، ممكن اخلي هما الاثنين فيهم اثنين بارامترز بس، مش لازم يبقى اثنين هنا اثنين هنا ثلاثه، لا ممكن اخلي اثنين واثنين بس مع اختلاف الداتا تايب بتاعت ايه واحد فيهم. يعني على الاقل لازم يكون في حاجة مختلفة ما بين القوسين وبين ايه كل سطر والتاني. تمام، دي فكرة الـ يعني دي ازاي بعمل functions overloading. طيب امتى مثلا بستعمل حاجة زي كده، او برضو يعني هستعملها ليه؟ خلينا ناخد ايه مثال نوضح بيه احسن. طبعا هنا syntax error اللي هو ايه، لو هعرفها بنفس الاسم وبنفس الحاجات اللي بين القوسين ولكن ايه غيرت الداتا تايب، ده كده غلط، ما ينفعش اغير الداتا تايب في الاوفرلودنج نهائي. ناخد مثال زي ده. هنا مثال عملنا في فانكشن اسمها ريب كار. الفانكشن دي هدفها انها تطبع سطر فاصل، تمام. فدي في عندي ريب كار فويد فويد فويد، وهنا بس بحط كاركتر هنا كاركتر وانتجر. طب لو انا هاجي ابص في الديفينيشنز، الريب كار اللي هي من غير اي حاجه من غير اي حاجه بين قوسين، دي بس بتطبع ايه نجوم، سطر كله نجوم، تمام. وعبارة ايه بتطبع ايه 45 نجمة، بتطبع ايه 45 نجمة من 0 لـ44، يعني 45 نجمة. طيب البكراكتر بنفس الكلام بتطبع برضو 45 نجمة، ولكن مش سوري بتطبع 45 حاجة بس ايه كراكتر انا بختارها. طيب هنا بتطبع الكاركتر اللي انا بختارها وعدد ايه اللي انا هختاره اللي انا هحدده، يعني باعتبار لو عايز مثلا سطر قصير سطر طويل. طب استفدت ايه من كده؟ استفدت ان انا كاني مثلا بعمل برنامج بقول فيه للمستخدم تحب مثلا لو يعني مثلا لو ايه نزل برنامج بحاجه ديفولت معين وليكن السطر الفاصل الديفولت بتاعي النجوم. طب لو هو حب في السيتنج يغير مثلا الكاركتر بتاعت السطر دي يبقى هخليه يدخلها. فبالتالي هي نفس الفانكشن، تعمل نفس الحاجه بس بدل ما يعني بدل ما اعمل فانكشن تاني باسم تاني، لا هي بس هخلي ادخل ايه كاركتر. طيب ال يعني برضو اوبشن التاني لو انا عايز اخليه مثلا يدخل كاركتر بس ايه يقلل طول السطر بدل ما 45 مره يخليها مثلا اكتر شويه او يقلل شويه زي ما هو عايز. فكده انا كاني بدي اوبشنز زياده لليوزر يعملها، تمام. خصوصا لو الحاجه اللي بتعمل فيها يعني محتاجه نفس الكود بالظبط زي كده، يعني بس الاختلاف في كل الموضوع هنا وهنا وهنا والحته دي بس، لكن هو نفس الكود نفس السطر نفس كل حاجه. طيب هو امتى يعني الكمبيوتر بيعرف ازاي او الكمبايلر بيعرف ازاي ان انا لما احط هنا يساوي يبقى هو هيطبق اللي هي دي ولما ما احطش حاجه هيطبق دي؟ بيقارن الحاجه اللي بين قوسين احنا بندخلها له، تمام، وقولها هو الديفينيشنز عنده بس. يبقى اذا اوفرلودنج هي بيسموها اوفرلودنج او زياده التحميل، انا بعمل نفس الفانكشن بحمل فيها بارامترز زياده فسموها اوفرلودنج. تمام، هنا ده شرح بالصور ان دي مثلا لما انا اعمل فانكشن كول هي من غير حاجه بين القوسين بتروح الكومبايلر بيروح على ايه التعريف اللي هو بين اللي مفهوش حاجه في القوسين. هنا انا لما بحط كراكتر بس بيروح على ايه الكراكتر، وناخد بالنا ان الكراكتر بحطها ما بين سنجل كوت مش دبل كوت، ناخد بالنا. هنا كم الكراكتر دي او ايه الفرق بين كراكتر وسترينج؟ كراكتر ان انا بحط حاجة واحدة بس يعني رمز واحد فقط، لكن سترينج تبقى اكتر من رمز واحد يعني جملة بقى، ناخد بالنا من النقطة دي. مثلا هنا كمان هو هنا عمل ايه فانكشن تاني اسمها سم بتجمع، خلاها اول مره تجمع رقمين وهنا ايه بتجمع تلاته، فانت براحتك بقى لو انت عايز تجمع تلات ارقام وتركها تكتبهم جنب بعض، لو عايز تجمع رقمين تكتبهم جنب بعض، وفي كل الاحوال الكمبايلر عارف
هيروح على انهي فانكشن ويعمل ايه، ينفذ الكول. فدي سهلة جدا برضو. نخش على ريكيرجن. ريكيرسيف فانكشنز او ريكيرجن معناها تكراري او استدعاء ذاتي، وبصراحة هما الاثنين يعني مصطلحين مناسبين جدا. تكراري لان انا بيبقى عندي تتابع معين من الارقام بيتكرر بشكل معين، تمام. واستدعاء ذاتي لان انا هنا في السي بلس بلس هعمل فعلا فانكشن كول، او الفانكشن هتعمل كول لنفسها، تستدعي نفسها. فهنشوف، خلينا نشرح الموضوع بمثال فاكتوريال فانكشن. يعني ايه فاكتوريال؟ يعني مضروب. يعني ايه مضروب؟ سوري ده حاجة قديمة. يعني ايه مضروب؟ يعني مثلا انا هقول مضروب الخمسة، بنكتب كده فاكتوريال بيبقى فيه علامة التعجب كده، ده عبارة عن بيساوي ايه؟ بيساوي اربعة، سوري بيساوي خمسة في اربعة في تلاتة في اتنين في واحد، تمام. طيب مضروب الاربعة، مضروب الاربعة تمام هيساوي ايه؟ هيساوي اربعة في تلاتة في اتنين في واحد. طيب ما انا ممكن، مش دي، مش الجزء ده هو ده، يعني ممكن اكتب هنا خمسة في، هنا مفترض اعمل كده عشان ده مضروب، تمام. خمسة في مضروب مين؟ الاربعة، صح كده. طب ما انا ممكن في النهاية اقول مضروب ال n تمام بيساوي اللي هو n تمام في n ناقص واحد، او مضروب ال n ايه؟ ناقص واحد، تمام كده. دي احنا بنسميها general case. يعني انت لازم عشان تعمل تكرار لحاجة لازم يكون عندك general case، حاجة انت هتعرف تعملها. طب انا هفرض ان انا عندي functions بديها رقم وليكن اسمها fact، اوكي. fact دي هديها رقم، هو اللي هجيب لي يعني هطلع مين الفاكتوريال بتاعه، اوكي. طيب ما ده معناه ان انا ال functions دي لو انا هطبق دي معناها انها لازم ايه؟ تستدعي نفسها. يعني كأني بعمل كده fact، اوكي، وهديها n رقم، وجوه ال definitions بتاعها بتعمل fact تاني تمام لان ناقص واحد، مهمش معنى تاني غير كده عشان تجيب. يعني هقول مثلا وليكن n في اللي هي علامة الستار بتاعتنا تمام، فاكت n ناقص واحد، ما هو الديفينيشن بتاعي لازم يبقى كده، وهو ده بالفعل اللي هيحصل. طيب هو انا هفضل استدعي لحد امتى؟ يعني هفضل استدعي هنا كم مرة؟ مفترض دي هنا لو مضروب الخمسة ادي كده مرة، بعد كده عندي هنا مضروب التلاتة اللي هو الجزء ده تمام، ادي كده اتنين، وادي كده مضروب الاتنين ومضروب الواحد. طب هقف لحد فين؟ لحد حاجة اسمها البيز كيس، لحد مثلا ما اوصل لحد هنا واحد، واحد ناقص واحد، لما هاجي هنا مثلا واحد ناقص واحد بصفر، فعندي مضروب الزيرو بيساوي واحد، خلاص. يعني مفيش اي حاجة تاني في الطرف ده، يعني ده ايه؟ ده فاكتوريال، مفيش حاجة في الطرف ده تاني فاكتوريال، خلاص. يبقى انا كده هقف عند دي بنسميها البيز كيس. بنسميها ايه؟ البيز كيس. يبقى انا لازم في الريكيرسيف فانكشنز او في الريكيرجن لازم يبقى عندي بيز كيس اللي هي الكيس او النقطة اللي عندها انا هقف، لازم يبقى عندي جنرال كيس زي كده، يعني هي هبدأ انفذها بالكود، تمام. دي ايه الفكرة؟ طيب خلينا نشوف مثلا هنا كمثال، مثلا ده زي ما احنا بنقول هنا مثلا فاكتوريال تلاتة، هيبقى تلاتة فاكتوريال اتنين، يعني كأنه بيساوي نفسه. طب تعال نشوف الكود. هنا بيقول اهو each recursive function must have one or more base cases، لازم يكون في عندي base case أو أكتر، لازم يبقى عندي general case تمام، اللي هي في النهاية هتقل هتوصل لحد ايه؟ البيز كيس. ونقول البيز كيس هي اللي بتوقف مين؟ الريكيرجن، ده المهم بالنسبة لنا. وهنا بيقول الريكيرسيف فانكشن هي فانكشن كول اتسيلف، خلاص احنا كده كده اصلا من اسمها بالعربي معناها بالعربي ان هي استدعاء ذاتي. فهنا مثلا ده الفانكشن بتاعتي الريكيرجن، معلش ثانية واحدة، تمام. نشوف الفانكشن هنا مثلا عندي اهو كتب int fact
انت نوم ده الديفينيشنز نفسه، بتاخد رقم فقال اف نوم بيساوي الزيرو يرتيرن واحد، دي هي ايه البيز كيس اللي هي مضروب الزيرو بيساوي واحد، يبقى هنا ايه عمل البيز كيس عشان يوقف الريكيرجن على كده. طيب هنا عمل ليه ريتيرن واحد، افرض فعلا انها وصل لحد زيرو، فبيجي بيشوف كلمة ريتيرن، واحنا فاكرين قلنا قبل كده ان ريتيرن بتوقف تنفيذ الفانكشنز خلاص، يعني هو الكومبايلر اول ما هيوصل مثلا للنمز بتساوي زيرو هيخش على جملة ريتيرن فيرجع ايه بواحد. طب هيبص لدول؟ لا، اي حاجة طالما هو وصل لجملة ريتيرن هينفذها خلاص، اي حاجة بعد ريتيرن هو مش هيشوفها ملوش دعوة بيها. تمام. طب ده مش بواحد، هينزل هنا اهو نم في فاكت نم ناقص واحد. تمام. طيب ايه بقى اللي بيحصل او الكومبايلر بيشوف ده ازاي؟ هنخش مثلا هو هنا قال فاكتوريال 5، هيخش هنا مثلا النم طبعا مش بيساوي زيرو، فهيقول نم بيساوي او يعني ريتيرن نم في فاكت ايه 4. طب هو هنا كده لسه ما جابش قيمة دي، فهل هيعرف يجيب قيمة الفاكتوريال بتاعت 5 قبل ما يجيب بتاعت 4؟ لا، فيروح ايه مأجل دي على جنب. هو فعليا بيعمل ايه؟ بيحجز مكان في ميموري لفاكت 5 اللي هي فاكتوريال 5، يعني بيحجز مكان للنم بيساوي 5 والكلام ده على كده ايه على جنب. بعد كده يجي عند دي هيبقى النم بيساوي كام؟ 4، فيروح حاجز تاني مكان النم على جنب 4. يعني كل فانكشن كول بيحجز لها مكان في ميموري لوحدها. تمام. هنا 4، هيخش بيه على الديفينيشنز تاني، هيخلي نمبر 4 يبقى هيقول ايه 4 في فاكتوريال 3، برضه ما جابش قيمة التلاتة لسه، هيروح داخل فوق تاني على الديفينيشنز تاني، ده هي هتبقى نم 3، يبقى 3 في فاكتوريال 2، هي نم ناقص 1 طبعا فاكتوريال 2. طب لسه ما جابش، هو مش عارف فاكتوريال 2 بكام، فيروح راجع تاني هيخلي نم 2 يضرب 2 في فاكتوريال 1، راجع تاني عشان ما جابش فاكتوريال واحد كام لسه، يخش فوق تاني هيخلي ايه النم بواحد، فتبقى هنا ايه النم بواحد في فاكتوريال صفر، فاكتوريال صفر يعني كده النم ايه هتبقى بصفر، يروح ايه راجع فوق تاني هيخلي النم بصفر، ده النم بقت بصفر خاص بريتيرن واحد، يبقى هو كده ايه جاب فاكتوريال صفر، فيرجع بقى ايه من تحت لفوق فاكتوريال صفر، فاكتوريال صفر ايه بواحد، فيضرب في واحد، هي ايه اول ايه اللي هي كل اللي قبلها على طول فانكشن كول اللي قبلها على طول، فبقت بواحد يروح راجع اللي قبلها. تمام. فاصبح واحد في واحد في اتنين باتنين، يروح راجع اللي قبلها اتنين في تلاتة بستة وهكذا لحد ما يوصل لمين للفاكتور الخمس. يعني هو بيبدأ الريكيرجن او الاستدعاء الذاتي نفسها بيبدأ بالاول كول خالص، بيخش يعمل كول جوه كول جوه كول لحد ما يوصل ايه للبيز كيس. اول ما يوصل لقيمة البيز كيس يبدأ بقى ايه يرجع ايه ينفذ ايه الكولز قبلها، يكمل ايه تنفيذ ايه الكول اللي قبلها. دي فكره الريكيرسيف فانكشن من الاخر. يعني ناخد مثال تاني، فيبوناتشي سيكونس. فيبوناتشي احنا خدناها في الام اس 521 بس هنشرحه تاني. فيبوناتشي كل فكرته ان ده تسلسل من الارقام، كل رقم فيه بيعتمد على الرقمين اللي قبله، يعني هنا مثلا 2 بيساوي 1 زائد 1 2، يعني كل رقم بيساوي مجموع الرقمين اللي قبله. طب ده هعتبر مثلا 1 زائد 0 مفيش مشكله، طب وده واحد مفيش اي حاجه بقى قبل مش مشكله. فبالنسبه لي دول هم اللي هيبقوا ايه الاساس، هم دول هدخلهم، يعني مفترض انا لما اجي اعمل فانكشنز هدخله الرقمين دول واقول انا عايز ايه، عايز رقم كام في السلسله دي. طب هنا مثلا 3 بتساوي 2 زائد 1 و5 3 زائد 2، دي فكره ايه في بوناتش. فهنا بنقول هنعمل فانكشن بتدينا هديلها a و b اللي هو اول رقمين تبدا بيهم السلسله، والان دي اللي هي رقم مكان رقم في متسلسل، يعني مثلا ادي هنا ده 1 2 3 4 5 6 7 مثلا، 13 دي الرقم رقم 7 في الايه في المتسلسله دي. يبقى يعني مثلا لما انا عايز لو عايز اجيب 13 هدخله هنا الان 7 بحيث ان هو هقول له اديني الرقم رقم 5 هسوي رقم 7 في المتسلسل ايه في بوناتشي. تمام. طيب لو هفترض ان ده مثلا 7 تمام، يبقى ده 6 وده كام 5، يبقى اذا لو هقول ان ده رقمه n فده يبقى n ناقص 1 وده n ناقص 2، يبقى هنا مفترض اقول هنا n هقول ان ده بيساوي الرقم ال f ناقص اللي هو الرقم البوزيشن بتاعه n ناقص 1 ده n ايه ناقص 2، زي ما ايه
مكتوب عندي هنا. اوكي طيب، فهنا هقول له ايه بقى البيز كيس عندي؟ ايه البيز كيس؟ اني لازم اوصل للواحد ده او ده، للاي ولا البي. يبقى دي ايه البيز كيس؟ يبقى هنفذها الاول. هقول له اف ان بتساوي واحد ريتيرن ايه. اف دي معناها ايه؟ لو الان دي بتساوي واحد دي معناها لو انت عايز الرقم الاول في المتسلسله اللي هو اصلا ده، اللي هو اصلا مين الاي اللي انا مدخله له. طب افرض الان بقى بقت باتنين اللي هو برضه الرقم رقم ايه؟ اتنين في المتسلسله اللي هو برضه اللي انا مدخله له، تمام؟ اللي هي البي. فكاني بقول له ايه؟ لو الان بقت بواحد اديني ايه؟ لو الان بقت باتنين اديني بي. طب لو غير كده يبقى نفذ بقى، اديني ارجع بقيمه اللي هو نفس الاستدعاء ده، بس الان هتبقى ايه؟ ان ناقص واحد وان ناقص اتنين، تمام؟ وهنا مدينا كول اللي هي ان اتنين وتلاته وخمسه، هنا ببقى عايز رقم خمسه في المتسلسله اللي تبدا باتنين وتلاته، تمام؟ فمفترض تبقى ايه؟ خمسه، وبعد كده خمسه وتلاته تبقى تمانيه، وبعد كده تمانيه وخمسه 13، وهكذا لحد ما يوصل ايه؟ للرقم رقم خمسه. طب تعالوا ايه نشوفها كده هو هيمشيها ازاي، تمام؟ هنا مثلا او اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا مثلا هدخل هنا اتنين وتلاته وهنا خمسه، هيجي يخش ان بقت بكام؟ بخمسه، فهيجي طبعا مش هي واحد ولا اتنين، يبقى هيخش هنا، فهي يعمل ايه؟ هيلاقي ان هو عايز يحسب ال n ال a وال b لما ال n هنا بخمسة، ولما ال n هنا بكام؟ بأربعة. فمفترض هيخش هنا وهنا يعمل function call تاني، يرجع هنا مرة يحسب لما ال n تبقى بكام؟ بأربعة. فهيعمل ايه؟ هيحسب بقى، هيلاقي نفسه مضطر يحسب كام؟ تلاتة واتنين. طب بعد كده في اللي قبلها مفترض كان عندنا كام؟ تلاتة، هنا هيحسب تلاتة واتنين وهكذا. طب تعالى نبص كده، الشكل الطبيعي ده أحسن، ده أحسن جدا. هنا أهو، هنا هيضطر إنه يحسب ال n بتلاتة وأربعة، يعني ناخد بالنا من القسم الحمرا دي، تمام؟ هيحسب ال n بكام؟ بتلاتة، بأربعة وتلاتة، أربعة وتلاتة. طيب هنا لما هيخش في الأربعة هيلاقي عنده function call هتبقى بتلاتة واتنين. function call يعني بص هنا لاحظ ايه return ايه اتنين وتلاتة وأربعة، وهنا ايه تلاتة، يعني ليه عنده اتنين function calls، واحدة لما ان بأربعة واحدة ان ايه بتلاتة. هيخش يحسب الايه؟ ان بتلاتة، هيلاقي نفسه دخل في ايه؟ في ان باتنين والان بواحد، واحنا قايلين في الكود ايه؟ لما ان باتنين اديني بي، ولما ان بواحد اديني الايه. يعني هنا هرجع واقول له هنا مثلا دي في دي هيديني البي اللي هي التلاتة اهي، ودي هتديني ايه اللي هي ايه؟ اتنين. طب هنا لما يخش دي هلاقي نفسه محتاج تلاتة، محتاج اتنين. طب الاتنين امرها السهل هيديني ايه؟ التلاتة. طب ودي هيلاقي نفسه ايه؟ هيديني اتنين وواحد، هي برضه تلاتة واتنين. طب هو ايه؟ خلاص وصل ايه للقيم الكل دي، هيرجع بقى العكس يعني اتنين وتلاتة، تمام؟ هي تبقى كام؟ اتنين وتلاتة ايه؟ خمسة، تمام؟ دي بتاعت مين؟ بتاعت التلاتة دي، فيرجع هتبقى دي خمس، دي تلاتة تبقى تمانية، هي تمانية أهي، يرجع يحط دي بتمانية، ودي ليها تلاتة واتنين خمس، فأصبح تمانية وخمسة كام؟ تلاتاشر، أهي دي فكرتها. يعني هو بيبدأ من إيه؟ بيخش بيبدأ من فوق، يعمل كول في كول في كول، وهو راجع بيرجع بالقيم العكس، تمام؟ ناخد مثال تاني. وده تنفيذ فيبوناتشي برضو، فكرة فيبوناتشي مفيهاش مشكلة، هي بس برنامج على بعضه يعني. هنا بيخلينا ناخد ال A وال B first number وال second number، يعني هما ال A وال B من ال user، ونخليه يدخلنا ال N رتبة ال أو يعني ترتيب الرقم في التسلسل. هنا recursion or iterations، ايه الفرق بين recursion و iterations؟ recursion احنا قلنا استدعاء الذاتي، يعني function في السلسلة نفسها. طب هل احنا ينفع اللي احنا بنعمله بالريكيرجن نعمله بالايتريشن؟ ينفع عادي. طيب ايه الفرق وايه الاختلاف؟ ايه الفرق وايه الاختلاف؟ كل الموضوع ان الايتريشن احنا بنعمل ايه؟ بنكرر نفس الكود، بنكرر نفس الكود، بس كل مره الميموري يعني بتمسح وتعمل غيرها، تمسح وتعمل غيرها وهكذا. لكن هنا بقى الفكره في ايه؟ الفكرة في الريكيرجن ان هو بيعمل كول، بيحجز مكان للميموري لكل كول نفسها، لكل فانكشن كول من جوه. يعني مثلا هنا لو شوف ده حجز كام كول هنا؟ حجز كام مكان في ميموري؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية،
طب افرض الداتا اللي انا شغال عليها كبيرة، يعني حجمها كبير، تمام؟ فبالتالي هو هيحجز مكان كبير في الميموري مع كل كول، هيحجز عايز برنامج عايز مساحة كبيرة. واحنا بنتكلم كمان الميموري دي احنا بنتكلم عليها من اول الكورس اللي هي الرامات مش الهارد ديسك، فلما الرامات تتملي الجهاز بيبقى بطيء جدا. طب الحل ايه؟ الحل الاتريشن احسن. بمعنى تاني، لو انا هستخدم او البرنامج بتاعي صغير وداتا صغيرة فاستعمل ريكيرجن عادي مش مشكلة، لكن لو انا هحتاج حاجة فيها داتا كبيرة يبقى ايه الاتريشنز احسن. هنا بنقول مثلا انهي احسن على طبيعة المسألة اللي بتحلها وطبيعة الفكرة، يعني مثلا عايزين ننفذ حاجة احسن بطريقة ابسط. تمام. هنا بنقول اللوبس ليه بقى احسن، عشان احنا قلنا ان الفانكشن كول بتخلي الكمبيوتر يحجز مكان في ميموري لكل فورمال بارامتر او لوكال فاريبل جوه الفانكشن. طيب بالنسبه للريكيرجن بيكون فيها اكتر من فانكشن كول. ده ايه كمثال بالارقام. لو انا مثلا عندي فانكشن فيها 5 متغيرات وكل واحد بياخد 4 بايت، تمام، والاربعة بايت دي يعني 20 بايت للفانكشن كول لوحدها، ولو انا مثلا هعمل فانكشن كول دي او ريكيرجن 1000 مرة فيبقى عندي 20000، يعني عايز 20 ميجا، تمام. فدي برضه تعتبر يعني حاجة كبيرة بالنسبة لنا. لو الكمبيوتر الرامات بتاعته صغيرة فده كده ايه اللوبس احسن، لو انا هشتغل على داتا كبيرة الكيرجن احسن، او ممكن استخدمه عادي لو هشتغل على داتا صغيرة. ده سيلف ستادي، هو انا ما كنتش حاطط ده برضه في الورقة، فياريت ننزله عشان برضه كمان كنت ناسي دي فضفت دي برضه، فياريت ننزل الورق تاني من الفولدر. هنا السيلف ستادي ده مثالي ما شرحتهوش وسيبه لنا سيلف ستادي. ايه فكرة المثال ده؟ سوري، هي بتقول تمام، هنا بنقول ان هي بتعمل multiply two positive integers m and n using repeated addition. يعني ايه؟ يعني لو انا هضرب مثلا 2 في 3 هقول ان دي عبارة عن 2 زائد 2 زائد 2 3 مرات، تمام. دي ايه الفكرة؟ يعني عايزة تعمل الضرب بس ايه بالجامعة كده. طيب خلينا نستنتجها. لو انا هفترض مثلا عندي 2 في 5 فاقول 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 كده، ادي كده ايه 5. طيب ما دي عبارة عن 2 في 4، صح كده؟ يعني انا هفترض ان دي ام، ماشي، والخمسة انا عايز 2 في 5، تمام. نفترض ان دي الام ودي الان زي ما هو قايل، فيبقى اذا انا كده اكني بقول الام زائد، لو انا هستخدم الفانكشن اللي هي بتعمل 2 في 5، لو انا مثلا هعمل الفانكشن اسمها مالتبلاي مثلا او مالتي كده واحط لها 2 و5 مثلا بتبقى 2 في 5. فبإذن ممكن هاجي هنا هقول لو دي ام، تمام، يبقى هي عبارة عن ام زائد الفانكشن تاني ما هي مالتبلاي ايه 2 و4. يعني كأني بقول له ارجع لي بالام اللي هو الرقم الأولاني زائد حساب ضرب 2 في 4، تمام. أو ممكن أقولها ايه زائد مالت ام، لو هي بالرموز ام في ان ناقص 1، تمام، تبقى كده. طب ما دي كده تبقى جنرال كيس، يعني كأني بقول له ام زائد ام في ان ناقص 1 مثلا، دي جنرال كيس بتاعتي. طيب انا هقف لحد فين؟ البيز كيس فين؟ انا هنا مثلا لو انا هقول 2 في، دي مفترض هتبقى عبارة عن 2 في 3، انا هتبقى هتديني دي، بعد كده 2 في 2، وبعد كده 2 في 1، بعد كده 2 في 0. طب ما انا حتى قلت 2 في 0 بيساوي 0، يبقى ايه المشكلة؟ ما هي الصفر هتجمع يعني، فالبيز كيس بتاعتي تبقى ايه؟ هتبقى الصفر نفسه. يعني لو ال n بتساوي 0، تمام، اللي هي 2 في 0 يعني، ادي ارجع بالصفر مش مهم، بترن 0. if else لو ال n بتساوي 1 بترن m. ما هي كده يبقى عندي ايه 2 بيز كيس، يا اما 0 يا اما 1، اصل 1 في 1 هتبقى في 1 ايه ب2، فمش قضية اقف عندها برضه. يبقى عندي ايه
اتنين بيز كيس. غير كده يبقى ايه، اعمل فانكشن كول تانية. دي فكرة الكود ده يعني. وكده نكون خلصنا المحاضرة التامة.